السلام عليكم وأهلا وسهلا فيكم من جديد، يا رب تكونوا في أفضل حال. رجعت لكم من جديد في درس جديد وبنشتغل على برنامج الرفت المعماري وبنتعلم بخطوات بسيطة جدا طريقة إنشاء الودن سلات وول أو حوائط الألواح الخشبية في رفت. هذا النوع ممكن يستخدم في التصاميم الخارجية في الواجهات أو التصاميم الداخلية، وممكن يكون لها فنكشن أو وظيفة، ممكن تعطي بعض الخصوصية أو تسمح بدخول الضوء وتحجب أشعة الشمس الحارة. وفي مباني تصميم كل الواجهات تكون عبارة عن وودن سلات وولز، وأحيانا يكون استخدامها لإضافة عنصر جمالي للمكان سواء كان في الانتيرير أو الإكستيرير. إذا تحب تركز في الفيديو طريقة البناء بدون ما تطبق الخطوات، ممكن تنزل هذا الوول مجانا من أول رابط تحت الفيديو. كل اللي عليك تسويه تدخل على الرابط، تكتب اسمك وإيميلك، بيوصلك على الإيميل رسالة تأكد من خلالها اشتراكك في الميلينج لست، وتقدر تلغي اشتراكك في أي وقت، وبعدها بيتحمل معك ملف الرفت مباشرة. وبقول لك أيضا في نهاية الفيديو طريقة استخدامها في أي مشروع عندك. أما الآن خلونا ننتقل للرفت ونبدأ الخطوات العملية مع بعض. الخطوة الأولى اللي بنسويها بنسوي customization لـ curtain wall mullions. الخطوات بسيطة، بنروح للبروجكت براوزر، ننزل لي الفاميليز، نفتح الزائد من هنا، ننزل لي curtain wall mullions، وبعدها نروح للrectangular mullions. نضغط على هذا النوع، نسوي له duplicate بالماوس right click ونختار duplicate، نسميه من هنا وبعدها علشان ندخل على الإعدادات أو البروبرتيز نضغط ضغطتين. من هنا بيكون عندنا هذه كل الإعدادات، نختار من هنا نخلي الثيكنس زي ما هو بس نغير الماتيريال، نضغط على هذه الثلاثة نقاط، نختار من هنا. طبعا لو تبغى تغير الثيكنس ممكن تقلل أو تزيد في الثيكنس، نختار مثلا نوع من أنواع الود المتوفرة، مثلا نختار هذا النوع نضيفه بهذا الشكل، نختار Use and Render Appearance ونضغط على OK. الخطوة الثانية عندنا الدايمنشن، مثلا نخليها 50 50 ونضغط على اوكي. احنا كذا خلصنا الخطوة الاولى. الخطوة الثانية بنروح للكرتن وولز، نضغط على WA في الكيبورد او ان نروح الاركيتكتشر ونروح لول. بعدها ننزل من هنا نختار البيسك تايب من الكرتن وولز، نضغط على edit type وبعدها نضغط على duplicate، من هنا نسميها ونضغط على اوكي. ننزل اول خطوه، اهم نقطه اهم خطوه انه من الكرتن وول نختار من هنا انها تكون امتي. ننزل على تحت، بيكون عندنا هذا النوع بحيث انه تكون يعني شفافه بالكامل او ترانسبيرنت بالكامل. بعدها احنا نبغاها هوريزونتال، نجي من تحت هنا على اللي اوت ونختار مثلا فيكس ديستنس نخليها 200، وبعدها ننزل على تحت الهوريزونتال مولين نختار النوع اللي لسه انشأناه اللي هو هذا، بعدها نضغط على اوكي. كذا بكل سهولة نكون خلصنا. نرسمها، نروح نشوف شكلها في 3D، نغير مثلا هنا نخليها شيدد، غامق نخليها consistent color، صارت مثلا بهذا الشكل. الآن لو تبغى تغير طبعا في الإعدادات ممكن تغيرها بكل سهولة، تدخل على المولين نضغط دبل كليك من هنا، مثلا حبينا نخلي الثيكنس أكثر 50، طبعا 50 مرة كبيرة، بس نضغط على apply على طول بنشوف على طول النتيجة عندنا هنا، نرجعها 30 نضغط على اوكي. وممكن لو نبغاها تكون مثلا على زاوية نضغط دبل كليك ونضيف من هنا الانجل نخليها مثلا 30 ونضغط على apply، فصارت مالت بهذا الاتجاه كأنها الأوفرز. لو نبغاها تكون في الاتجاه الثاني نضغط على ماينس 30 نضغط على apply. فهذه الإعدادات نقدر نتحكم فيها من هنا، نضغط على أوكي. طبعا الحين سوينا كهوريزونتال، لو نبغاها تكون vertical طبعا نقدر نسوي كذا أيضا بكل سهولة. نروح للوول مرة ثانية، ندخل على نفس النوع اللي أنشأناه، نضغط على edit type ومن هنا نضغط على duplicate، نسميه بس vertical بحيث أننا نميزه ونضغط على أوكي. من هنا بس بنغير هذه الإعدادات بتكون العكس، يعني الهوريزونتال بيكون نون، الفيرتيكال بنختاره مثلا فيكس ديستنس نفس الشيء نخليه 200، ننزل على تحت هذه بتكون أيضا نون، ممكن نسوي لها كوبي نسوي لها نون من هنا، بعدها نجي هنا نسوي لها بيست ونضغط على أوكي. الآن لو نبغى نرسمها بنرسمها بهذا الشكل من 3D وصارت بهذا الشكل، وأيضا نقدر ندخل ونعدل على الإعدادات زي ما نبغى.
ولو حبينا نستخدمها بأي مشروع موجود عندنا، كل اللي علينا نسويه إنه نحددها، نضغط Ctrl C to copy، بعدها نروح للمشروع اللي نبغى نستخدمها فيه، نختار Ctrl V، نضغط على OK، نحطها بأي مكان، بعدها مثل لو نبغى نستخدمها في هذه الواجهة، نسوي لها في البداية روتيت، من هنا بعدها نجيبها للمكان اللي نبغى نستخدمها فيه، نضغط على علامة الصح. نروح للفرنت نحدد عليها كاملة، بعدها نبدأ نغير في الدايمنشن بحيث انها تتناسب مع الواجهة اللي احنا بنشتغل فيها، بس مجرد ان نسحبها. ممكن نروح للسايد، نضغط على MV على الكيبورد ان نسوي موف، او نختارها من هنا نرجعها على ورا بحيث انها تكون داخل الفريم. ممكن حتى نستخدم الاسهم اللي على الكيبورد. لو نبغى نتأكد أو نشوفها بطريقة أوضح، ممكن نحدد على الكيرتن وول كامل اللي هو هذا، مع اللي احنا سويناها نتأكد انهم من هنا هم اثنين، بعدها نجي من هنا نختار ايسوليت element، فبيكون نشوف بطريقة أوضح، بعدها نقدر نعدل عليه أكثر. يعني نجي من هنا نعدل على الفريم، نحدد عليه، نسحبها، نخلي داخل الفريم تماما بهذا الشكل. وإذا لو حبينا نعدل على المولين اللي احنا سويناه، بيكون موجود أصلا عندنا هنا، لو نزلنا للفاميليز وبعدها جينا من هنا بيكون عندنا هنا. فنغير مثلا هنا الدايمنشن، نخليها مثلا أصغر، بعدها نضغط على أبلاي. لو كانت مثلا نبغاها بهذا الشكل نضغط على أوكي، نروح للكيرتن وول نفسها نضغط على الإديت تايب، بعدها نجي هنا للسبيسينج مثلا نخليه أكثر، نضغط على أوكي، فصارت عندي بهذا الشكل. لو كانت أنسب مثلا لهذا البروجكت، يعني كل الإعدادات بيكون نقدر نتحكم فيها بس. فهذه بكل بساطة كيف نقدر نسويها ونستخدمها بكذا مشروع عندنا. وبكذا نكون وصلنا لنهاية هذا الفيديو، أتمنى يكون استفدتوا والمعلومات واضحة وبسيطة. لو عجبك الفيديو واستفدت منه ولو بشيء قليل، أقدر دعمك للقناة بالضغط على زر اللايك، ويسعدني اشتراكك في القناة وفعل الجرس لو تحب يوصلك إشعار من يوتيوب وقت نزول محتوى جديد على القناة، بينزل فيديو جديد كل نهاية أسبوع. لو عندك أي سؤال استفسار أو اقتراح، لا تتردد مشاركته في التعليقات وبرجع لك في أقرب وقت. وأخيرا وكالعادة أشكرك جزيل الشكر على المشاهدة، وأتمنى لك كل التوفيق والسداد. نلتقي في فيديو الأسبوع القادم إن شاء الله، في أمان الله.